إطار عملها الإنساني، أطلقت جمعية مصياف الخيرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بازارا خيريا واسعا حمل عنوان فن الحرف. يضم البازار مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية لـ70 شابا وشابة خضعوا لدورات تدريبية مهنية مجانية في مشروع موزايك في مجالات الكروشيه والرسم على الزجاج وفن طي الورق والعديد من الصناعات التي تعكس ألقى وأصالة المدينة. هذا المشروع هو رديف لكل يد عاملة ومنتجة بهذه البلد، رديف كامل. أول شيء أظهر أنه الشعب السوري حضاري ومبدع رغم ما يمر به. ضمن إطار مبادرة بمشروع موزايك اسمه مبادرة بازار بالأرت كرافت، وهي عبارة عن مبادرة بتغطي المناطق الجغرافية من سلحاب لجبرملي للبياضية للفندارة ومدينة مصياف أيضا. نحن نهتم بدعم وتماسك المجتمع المحلي ودعم أبناء الشهداء ودعم أيضا الجرحى، بحيث أنه نعيد الأمل نعيد الطموح لهالشباب بأنه في شيء اسمه بناء حياة بالمجتمع المحلي. تعتمد المبادرة على اليافعين الموجودين ضمن المراكز الخمسة من خلال صنع مواد بالتدريب المهني أو بالحماية الطفولة أو شيء من خلال الأورجامي أو الكروشيه أو كذا، مواد تقدمت عن طريق المشروع، قاموا بتصنيع اليافعين وانطرحت ضمن بازار مثل ما نكون شايفين. هلا هون أعمال يدوية عم بتكون أنه شغل خشب محفور كلياته بالإيد، محفور يعني حفر، وفي هون جذاضين كلها تدوير توالف هاي انه جينزات منزوعه او ما بدنا اياها، وكلياتها عاملينها جذاضين وشناتي. قطع استفدنا منها يعني قطع للكب ونحن انه رجعنا استفدنا منها. يعود ريع الفعاليه التي تستمر لمده اسبوع لعائلات الشهداء والجرحى والاسر المهجره ليعزز هذا البازار من مفهوم التلاقي الانساني ويؤكد على المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق السوريين لتعود بلدهم أرض المحبة والحضارة.